السلام عليكم, this is your boy بيجي رياكشن. رجعنا لكم الاولاد برياكشن جديده كالعاده, والعوايد من سيري الكاسترو المتواصله الاولاد. ومره هذه الاولاد تيتر باختياركم انتوما الاولاد, انتوما اخترتوا تيتر زندياني ثلاثه ولا اربعه الاولاد, نسيت بالضبط شنو اخترتوا, اما وربحها في الجامات فهمتني, ولا في الكومنتير في اخر رياكسيون من الكاسترو. اما هذا ما يمنعش الاولاد زندياني لازمنا نبداوها من الاول ونوفاوها للاخر فهمتني, ولا واصله يظل زندياني ما نعرفش قداش بالضبط, ما واصله بالقديه صاحبي عنا فهمتني, ولا في السته في الثمانيه تيترويات ولا قداش بالضبط. اما هذا ما يمنعش الاولاد نبداو من الزندياني الاول بالكل صاحبي, نفهموا العمليه, نفهموا السيري اللي عملها الكاسترو. يعني الكاسترو عامل سيري واحنا عاملين سيري رياكتيو عليها على سيري نتاع الكاسترو, بالله ايش قولك برسم تابل تابل مخك كيقف صاحبي. هذا ما يمنعش الاولاد زندياني نمبر اونو الكاسترو, ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا من اياماته في الزيت زيت هاش 5 وفي الزمره صاحبي. تيتر هابط على الزيت زيت هاش 5, تيتر عنده 8 سنين كاملين 5 دقائق كاملين, ليتس جو نشوف شنو الفوضى مع بعضنا, نفهموا العمليه بالكدا شنو هي زندياني نمبر اونو وشنو هو يقصد بها فهمتني, ولا وشنو هو يحب يوصل لنا الكاسترو بالضبط بالضبط بالضبط. ليتس جو الاولاد يلا. سينون الاولاد شنعملوه بالترتيب, يعني عندك من اليوم مثلا زندياني نمبر اونو, غدوه زندياني الثاني, بعد غدوه زندياني الثالث, بعد غدوتين زندياني الرابع فهمتني, ولا باش نخدموهم الكل زندياني ورا بعضه صاحبي. دونك شيخوا رواحكم وانجوي يا الاولاد. كيف ذا فوكين ناس يا نيو بيتش مذافوكرز. بيتقول يحكي من راديون نتاع وهو في الجيش في حرب العالمية الثانية. تشبيه كير كاسترو على شنو ناوي, ساز ناوي على الحرب, ناوي على الحرب. انتي راسك وين انا فراسي حد ما نحط, وقت اللي نعمل غلط عندي تفسيري بالخط, سيق وذنك على مخلط كون مربس خط معايا تركز الضياع خطر عليك نفرض نمط لساني. معايا تركز الضياع خطر عليك نفرض نمط, معايا تركز الضياع خطر عليك نفرض نمط. يا برو يا حرج ملح شط متربي ما ظلمت, حتى كي على الناس انقمت وجعت قلوب ما حممت, حملت في سكي ما تيتمت على سرار تكتمت, رجعت كي تلكمت مخي يحسب ما بهمت, قلبي يحسد لا محشمت, دنيا عكس تفهم سابق بيراميد ما تحطم, تركيبه مخي بلف طابق على ما في غدوه خممت نسيت مخي بلف طابق يا صاحبي. فهن سابق بيراميد ما تحطم, تركيبة مخي بلف طابق على ما في غدوة خممت, نسيت اللحية ما حجمت, أفكار غيري ما سممت, أقمعني تشبع شلابق على من كثرة ما غدوة خممت, على من كثرة ما في غدوة خممت لحيتي نسيت ما حجمت. والله يا برو جوكم فيهم قسما بالله الوليد التخميم صاحبي الاوفر ثينكينج لطفي يا رب. غدوة خممت نسيت اللحية ما حجمت, افكار غيري ما سممت, اقمعني تشبع شلابق لنا موتة ودم رخيص, حدانا ما يغيبش بليس, ناس كبرت بالكنابيس فكوا نطرا وهاد خانتيس, بحث من زق الكوليس هكا الناس تستنبط, طيح مرفوع واللي يحصل يخلص شرمبت, ما تجبدش طايح مرفوع واللي يخلص يخلص واللي يغلط يخلص شرمبط كوليس هكا الناس تستنبط, طايح مرفوع واللي يحصل يخلص شرمبط, ما تجبدش مشكين بت البوك في وجهك من الكف تلف الضو, ليه ما تخف لي نقل من البحات يجف اقفف وصف الوضع كرف, خاتي زبي لقلم لساني تسان وحتى النونة ما فيهاش عظم, كلام حوم مش من فوق ناس تحب الغربة كوكر احنا بيضا ذوق, حول ولا قوة الا بالله لحشاها انا روحو ويروح صندوق هكا هكا ميت نشوف مستوى مرموق, لحشاها روحو واللي يروح في صندوق هكا هكا ميت الولاد, هكا هكا ميت الولاد سوى لا هنا ولا غادي فهمتني, ولا شنو هو الفرق. دونك انا روحو ويروح صندوق هكا هكا ميت نشوف مستوى مرموق, هذا السوق تقول السوق بلاد تعبت بالنصابة, سرق ونصاب حشيدو كان ولات غابة, سيودة مشدودة بسيف وذبوع عليها حلابة, سيودة مشدودة بالصيف وذبوع عليها حلابة الولاد, سيودة شنوة مشدودة بالصيف وذبوع عليها حلابة الولاد. فاش تحكي يا الولاد, فاش تحكي يا الولاد. ذيك الفاكت الولاد المشكلة عنده 8 سنين يحكي فهمت كيفاش,
متنبأ للمستقبل. عام على 12 خريف ولا شجرة تنطج في السبع سحرة الذبابة خلاه وكان الريحة تزفر وبريحة تنفر جينا فوق الجوع يكفر نفك الزيب هيحفر بزيه مقعدي البرزة يطفر باقي تاخو كان الفضلة زوز فرانكو العصبة توفر واضح مش زوز فرانكو العصبة توفر زوز فرانكو العصبة توفر يا برو هي كيفاش كنت نحكي وهي كيفاش ديما نحكي ديماك عايش في تونس مش تخدم ما عندكش اكتاف ولا ما عندكش ديجا ما عندكش اكتاف ولا ما عندكش ديجا فلوس ماشيه برو العصبة توفر مش مشفر كلامي ومازال اما خيل نحكي على روحي ولا نعافت بالسوسيال المدرني تشرف عالقل رب ما نسختش كل كالكالة دي كالو اختي في الدنيا وانتي عايش علي تقال صحيح موضوعك مش بطال هذا كمردودك بفكر غيرك تعيش عامل وجه مش بمجهودك بفكر غيرك تعيش عامل وجه مش متاع مجهودك فاهم يفهم يا برو جيت خدك البس صاحبي نحكي عليك سمع زب البودك عرق تتعصفر بالمناشف حتى الصوت مش كي صوتك بينش كون الفيك بالكشف غرابة عب اختم مش كيف لي يخسر ويشم في القاعات عليه تعلم بقي يكتب متزدم موسيقى عمدي بالكم كم عندك كم الجمل جيت الحيط محمل كي خسمت معايا لقلم ماما كينج نيك البوس في يدي المجيرة صحيح عندك سوز اسبوع عمل لوطة فما لص نعرف ما نخرج عن نص نعصر الكلمة مية ريم منها نخرج في الموضوع واللي يسمع يجرس نعرس الكلمة نعصر الكلمة ومية ريم منها نخرج واللي قاعد يسمع يجرس برو طب fuck you talking about برو بستقلص في الكليب نحكي علي صار في حياتي واللي جاني غريب كيبية تتسكر نعرف ما شكون نسيب ما تخافش مش نطول لو الفرصة منها نغيب ان شاء الله قريب يا سعيب شخط لي فيش تحكي يا سبيبر الزرسة كي تتحير العرق يا تقتل بميبر ما عنديش مع جستن بيبر وكابتن ماجد في كانوش وكسوح كي بادي سوتا مش فازيت كي رونالدينو كوشو الراب هذا موشو ولا مش هيب هوب كان عندك مخير سمعني يرشا ذا فاك اب هارد دايم كان عندك خير سمعني ما كانش shut the fuck up shut the fuck up ليريك نفس طب ايه عم الكس نحكي في اللي نحس نقز بلي just like us تحبو عبدك ليك صوتها شد بالمشتكنيك كتيب احلال المشتفيك طلعت امسد من شمس عليك بعروش ومش سانتيتيك امتيلت كيما اللي فليبر راب وصلي في كاساتات لا بارابولا ديكو دورش تسوع راب وصلي كاساتات لا بارابول ولا ايكوتور اغزر من وقتاش بادي يا برو تيتيك امتيلت كيما اللي فليبر راب وصلي في كاساتات لا بارابول لا ديكوتور اشتسوا 10 مرسنتير منكم مريد شارك اشتركم طايح في الشارك علاقة حبس حب وترك شكون في العشرة نكرك وقت الشدة تفكرك حكرك مع عكرك ان كنت ناسي فكرك ان كنت ناسي افكرك قالوا قسم مشتر ما تلقاش رابر كيف ولا ما تلقى قسم بالله يقص لك فهمتني ولا يعطيك فيروز ولا هيفا وهبي ولا شكون يا فيا صاحبي وبعد صاحبي وبعد يرجع وكأنه شيئا لم يسر أفكرك قالوا قسم مشترك ما تربيش كيفي بالكتيبة كفرت الريميلك بالهيلوغريفي نتكرر زكرة مش لسنيفي نتكتك بكرة مش بكيفي نكتك بقرة مش تصنيفي نسكتك حجرة من تأليفي يعيش نسكتك حجرة مش من تأليفي نسكتك حجرة من تأليفي برو معاكم ديفي وانا مين فتيت رويتي مجاوب علي عشتو مش ملحيد عوج خريتو فيه يا خي انا فيها خريب رابي شدت قدري وعلى غيري ما ترميد شفت الريت مش ديما العيد في جام في منصف ليدر مولود في سك البدر كيك ما نتعدش بسيدر مخذول من برشا مش متيقر كيفك يا جو مهبول انترو طنب طرح صحيح كالبوكا والريفر ما عطيتش على العين مازال عندي طرح صحيح كالبوكا والريفر برو واللي يعرف يعرف كيفك يا جو مهبول انترو طنب طرح صحيح كالبوكا والريفر ما عطيتش على العين مازال عندي ما بديش الماتش تيتر فوق لميت نبار ما نحاربش بزوز ستاتش ما نخرج على الموضوع لنا في راسك الكراتش ومدي كيما اللحو اللي مطيش في رين كاتش هيب هوب شويرا ووش لما كتب لها روضة نبقى ديما المعلم ما جيت في بلاصة المعوضة تحبوا دوين هاي فوضى افكار مش مروضة معايا تحبوا دوين هاي فوضى وافكار ماهيش مروضه وسمعت كعبه الفوضى يا فوضى
هاي الفوضى حرفيا. لما جيت في بلاصة المعوضة تحب ودوين هاي فوضى، افكار مش مروضة معايا ما فماش مفوضة، خاطر احكامك مش مفوضة. ما جيتش نتشايف نحكي على باركوري، نعمل في راب بقانون ومش من كل واحد تريف، نفرق بين المزيف بين اللي يكتب من قلبه مصبح باش نوصل بحث جوانت كيلو ويت متكيف. تبع زبي تخش مريض ندعيلك بالفرج، وامسحه بالريسبكت الرابي الروحي مش باش نعمل وش امسحوا بيه الريسبكت. شفتوا الريسبكت عملوا هكا يب وامسح بيه يا صاحبي. واضح واضح ولا نعاود لك؟ خلينا نعاود لك بالك ما سمعت. تخش مريض ندعي لك بالفرج، وامسحوا بالريسبكت الرابي الروحي مش باش نعمل وش. بالموسيقى نعجو جاي عبيك جبل الرج، صباعي تضرب يداوي اما نقصو كان كيخمج. صباعي تضرب يداوي اما نقصو كان كيخمج. ما هذه الفوضى؟ مرات تصيح وتهيط يا الولي. يا الولي شنو هي الفوضى هذه؟ مانيش فاهمها قسما بالله والله. اما بالله فوضى والله. صاحبي صاحبي برسمك لا تدخلي باش تقعد للاخر. وهكا نكونوا كملنا الكاسترو زندياني نمبر اونو الولاد. تيتر عنده 8 سنين كاملين يا الولاد، هبط في ايامات الزد زد هاش 5. تيتر بدينا بيه الباركور متاع زندياني بالنسبة للكاسترو من سيري زندياني، فهمتني ولا؟ باش نبداوها بالترتيب الولاد، بدينا من المرة الأولى وبدينا بالتيتر الأول وبرجولية من التيتر الأول، تفهم اللي سيري الجاية متاع زندياني، فهمتني ولا؟ فوضى في الراس صاحبي، وقسما بالله فوضى في الراس الولاد، واحد باش يمشي فيها اقسم بالله، حاسس واحد باش يمشي فيها حرفيا هيك الكاسترو باش يبربشو. والله فوضى الولاد، مالها لغة الولاد بالرسمي، هارد 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 على الاخر، فاير الولاد نار تقدح صاحبي. الكاسترو ماهوش يفدلك، وملي بدا زندياني الاول فهمتني وليه هو بيدو فاهم بينه وبين روحه سيري هذه تجم ما تقفش، نجم نوصل زندياني 200 ولعبات تسمع مش مشكل، خاطر البارات موجودة اللغة موجودة 100 بار في تيتر ما يقلقش. نعصرو كريمات الولاد، نعصرو كريمات الولاد صاحبي. فاش تحكي فاش تحكي، ماذا تتحدث يا الوليد؟ يا الوليد لازم تفهموا اللي بالرسمي راي فوضى مش تفدليك والله كلغة الوليد. ناحية دي حط البيت على جنب، أبار الفلو وكاسح، أبار البيت كاسح، أبار كل مرة موضوع. اللغة اللي نسمعوا فيها الوليد اللغة ياسر 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 هارد ياسر ياسر فاير الوليد بالنسبة لثمانية سنين التالي صاحبي. وفرض الوقت بالرسمي تقول متنبأ بالمستقبل، هيك فاش يحكي يحكي لك على البلاد كيف كيف نفس اللي صاير تو صاحبي. برو فاش تحكي يا برو، باش تفهم الولاد تونس قداش متاخره وقداش مازالت كيف ما هي عندها 8 سنين، باش تفهم العمار تجري بينا واحنا مازلنا ما عملنا حتى شيء وما نفش نعملوا حتى شيء، خاطر تقعد تونس حياتها كلها. سي لا فيريتي، سي لا فيريتي. وهكا نكونوا كملنا الكاسترو زندياني نمبر اونو الولاد، زندياني وان زندياني الاولى. ان شاء الله تكون عجبتكم رياكسيون، ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا، نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. تنسيوا شاركم كومنتاتكم دنيتكم اجواكم سبسكرايب نتاعكم خاصه. مرحبا بكم على انستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 من سكول، نتقابلوا ان شاء الله لهنا وغادي وفي كل بلاصه الولاد. ما عليك كان تدخل لليان، تدخل للديسكريبسيون، تنزل على البلوس هذيك تلقى ديسكريبسيون، يخرج لك اول ليان اللي هو الانستغرام بيجي ماتا رياكشن 22 مينوسكول، تعمل نقره خفيفه تلقى روحك في الانستغرام. مرحبا بيك الاولاد، تحب تسال تحب تنصح تحب تاخذ نصيحه تحب تسمعني الراب نتاعك كانك ترابي، تحب تحكي كوتي راب تحب تحكي كوتي رياكشن، مرحبا بيكم الاولاد ومرحبا بالناس الكل. اكتيف الغادي قديمه موجودين، ديما سوريات وديما ريالات وجاونا فسفس حفلات وديما فوضى وجاونا فسفس. نتقابلوا ان شاء الله في اخر وقت ممكن. peace and fucking love.